بدناش نجيب سكن. لا والله مين صور الصحفيين هذا خليكم تضحكوا. فجأة كنا بنشتغل بتحت الأراضي الأنفاق الفلسطينية، لقينا المية بتنضخ علينا مفاجأة، والعمال صاروا يغرقوا واحنا صرنا نغرق. ومن الحالات هذه صرنا نشغل مواتير نسحب المية برا عشان ايش الانفاق ما تتدمرش، واحنا تدمرنا بزيادة وفيش إلنا عيون اصله. احنا قاعدين بنقدم عشان نعمل مستحيل نطلع بضائع الشعب الفلسطيني، والحين بعد المية هذا تحاصرت غزة والمعابر مسكرة، والحين احنا بنطلب من الدول اللي برا عن سبة المية اللي قاعدة بتمرق علينا. وفجأة صار يضخ علينا مية واحنا ما كنا تحت الأراضي الفلسطينية بالأنفاق، لقينا المية بتنضخ علينا واحنا تحت وصرنا نغرق. لما بالآخر لما طلعنا لقينا المية فجأة بتطلع فوق علينا. بخاف